نعود إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وللمزيد ينضم إلينا من كييف دكتور ميكولا باستن الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور باستن، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني بشأن القرارات والإجراءات الأخيرة الخاصة بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16، وعلى ضوء الجولة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما الذي يمكن أن تحدثه وصول هذه المقاتلات من فارغ، خاصة في ظل تقليل حتى من بين حلفاء كييف لمدى سرعة فعالية هذه المقاتلات على مسار الحرب؟ صباح الخير. أهلا وسهلا. نعم، هذه الخطوة هي مهمة للغاية، لأن الجيش الأوكراني الآن يقاتل في ظل ظروف قاسية واستثنائية، يمكن القول، حيث من الصعب جدا لأي جيش أن يقاتل في ظل انعدام دعم الطائرات. وأوكرانيا تمتلك عدد قليل جدا من الطائرات القديمة من الجيل الثالث، وفي روسيا كثير من طائرات من الجيل الرابع، وطائرات من طراف F-16 يمكن القول إنها مثيلة من نفس الجيل مثل الطائرات الروسية، وهذا سيساهم في شيء من توازن على ساحة القتال. وطبعا نحن لا نتوقع أن عددا كبيرا من الطائرات الجديدة ستصل في أوكرانيا في وقت قريب، ولكن حتى عدد محدود، حتى ربما 6 أو 10 طائرات، قد يساهم في تعزيز على الأقل الدفاع الجوي، لأن أننا نعلم أن كل ليل تتعرض المدن والبلدات الأوكرانية لقصف لضربات صاروخية، ويقتل المدنيون بالعشرات. وفي هذه الليلة أيضا كانت هناك ضربات وكانت ضحايا، وعلى الأقل في البداية وصول هذه الطائرات قد تمكن الجيش الأوكراني لدفاع فعال أكثر، ولتقليل عدد المدنيين المقتولين في المرحلة الأولى. ولكن دكتور باستن، يعني هذا ما سمعناه أيضا عندما كانت أوكرانيا تطالب بالدبابات القتالية، بالصواريخ بعيدة المدى، هايمرز وجافلين، دبابات ليوبار، وفي النهاية أصبح معظمها غنائم لدى الجيش الروسي خلال عملياته، حتى إن موسكو عرضت هذه الغنائم في معرض في ضواحي موسكو. يعني وروسيا قالت إن الطائرة ستصبح هدفا مشروعا بالنسبة للقوات الروسية. بالنسبة للغنائم، نعم، هذا أمر طبيعي، قد استولى الجيش الروسي على بعض هذه النماذج من هذه الأسلحة، ولكن ليس إلى حد كبير كما تقول البروباغندا الروسية. على سبيل المثال، أعلنت البروباغندا أنها قد دمرت كل دبابات ليوبارد بأعداد أكثر مما حصلت عليها أوكرانيا، وحتى دبابات أبرامز التي لم تحصل عليها أوكرانيا بعد، ولكن البروباغندا الروسية أعلنت تدمير كل هذه الدبابات مسبقا. وبالتالي ليست هذه الأعداد من الغنائم كثيرة جدا، وهذا أمر طبيعي. بالنسبة للطائرات، الآن يتم إعداد البنية التحتية اللازمة، المطارات وأيضا الدفاعات الجوية فوق هذه المطارات، وكل شيء لكي تكون أوكرانيا مستعدة لاستقبال هذه الطائرات. شكرا جزيلا لك من كييف دكتور ميكولا باستن الأكاديمي والباحث السياسي.